أهلا وسهلا بكم. لنتعرف في هذا الفيديو على توزيعات Elementary OS لونا في نسختها النهائية. هذه التوزيعات تعد من أجمل توزيعات لينكس، ربما سأضع في العنوان أجمل توزيع من توزيعات لينكس، لكن هذا فقط اختصار للوقت لأنه لا يمكن أن أضع فقرة كاملة أشرح فيها لما هي أجمل أو من بين أجمل التوزيعات. إذا بالنسبة لـ Elementary OS لونا فهي تهتم كثيرا بالجماليات لأن الفريق المطور لها كان له بداية مع التصميم، حيث أعتقد أن من يستعمل لينكس يعرف سمات إليمنتاري وأيقونات إليمنتاري، فالفريق المطور لتلك السمات وتلك الأيقونات هو نفس الفريق المطور لهذه التوزيع. بالنسبة للجماليات سنتعرف خلال هذا الفيديو على بعض مظاهرها، وسنتعرف أيضا على بعض البرامج التي تأتي افتراضيا معها، بعض الإعدادات، يعني نظرة عامة عن التوزيع، وفي درس مقبل سنتعرف على كيفية التشخيص وتخصيص هذه التوزيع. إذن Elementary OS تعتمد على توزيعات Ubuntu النسخة المدعومة للمدى طويل LTS كما تلاحظون هنا، وهي النسخة 12.04 حاليا، بمعنى أن التوزيع أو المطورون يعتمدون أو يهتمون كثيرا بالاستقرار أكثر من إدراج برامج جديدة، حيث سنرى أنه خلال تصفحنا للبرامج سنجد أن بعض النسخ قديمة بما في ذلك نواة لينكس، حيث يعتمدون على سلسلة 3.2 من إصدار النواة. إذن بالنسبة لـ Elementary OS الآن نتعرف عليها قليلا. بالنسبة للواجهة كما تلاحظون يوجد هناك شريط عروي فيها التطبيقات، التاريخ، يمكن التحكم في إعدادات التاريخ، وعلى اليسار نجد إعدادات لوحة المفاتيح، الصوت، الشبكة، البطارية، الرسائل والمستخدمة، هنا تحكم في الجلسة وإطفاء الجهاز. في الأسفل لدينا ما يسمى بشريط بلانك، ومن شبيه بشريط داكي، كنت تحدث عنه في درس تشخيص واجهة LXDE، يمكن تثبيته على توزيعات أخرى خصوصا التي تعتمد على أوبونتو. سترون الآن رابط لذاك الدرس الذي فيه أيضا كيفية تثبيت هذا الشريط. إذا بالنسبة لمن يريد تثبيت هذه التوزيعة، فبالنسبة للمتطلبات على حسب الموقع، فمتطلبات الدنيا هي 1 جيجا هرتز من المعالج، 512 ميجا بايت من الرام، و5 جيجا بايت من المساحة الحرة على القرص الصلب. بالنسبة للإعداد أو المتطلبات المنصوح بها، فالفرق هو 1 جيجا بايت من الرام و15 جيجا بايت من المساحة الحرة على القرص الصلب. بالنسبة للتثبيت فهو مشابه تماما لتثبيت توزيعات أوبونتو، نفس المراحل، لمن ثبت أوبونتو يمكنه تثبيت توزيعات إليمنتاري دون أي مشكلة. الآن ننتقل إلى إعدادات النظام، سنمر عليها فقط هكذا بسرعة. هنا هذه الإعدادات العامة أو ما يسمى عن البرنامج، عن توزيعات إليمنتاري، بعض المعلومات عنها، عن المعلومات عن الجهاز. يمكن هنا الدخول لصفحة الترجمة أو التحقق من وجود ترقيات. هنا أشير إلى أن من يستعمل النسخة بيتا إليمنتاري OS لونا بيتا، فيكفي فقط التحديث للحصول على النسخة النهائية، ولا يحتاج لإعادة التثبيت من جديد. إذا بالنسبة للإعدادات، فسنجد في الديسكتوب نجد إمكانية اختيار بين الخلفيات. لديهم خلفية جد ممتازة، أنا لم أغير الخلفيات الافتراضية. بالنسبة للجزء الثاني فهو الخاص بشريط بلانك، يمكنك التحكم في حجم الأيقونات، طريقة الإخفاء والسمة المستعملة. وبالنسبة للركن الساخن فهو هذا الجانب من الشاشة، يمكنك تحديد هنا ما تريد أن يظهر حين تقوم بالتأشير على جزء من الشاشة. فقط لمن يستخدم النسخة العربية يجب أن ينتبه إلى أن الأبعاد مقلوبة، لأن هذا الركن هنا فهو هذا الركن بالنسبة للنسخة العربية. هنا لديك عدة إمكانيات لاختيار ما تريد أن تظهره. إذا بالنسبة للديسكتوب، بالنسبة للغة، بالنسبة لمن يريد تعريب توزيعة فيمكنه الدخول لدعم اللغات، سيجد اللغة العربية يقوم بتثبيتها واختيارها كما في توزيعات أوبونتو. بالنسبة لإضافة اللغة العربية كلغة إدخال فهي من كيبورد، أي لوحة المفاتيح، هنا ستجد لايوت، يمكنك الضغط على علامة الزائد وإضافة اللغة العربية، ومن أوبشنز يمكنك تحديد الزر أو تجميع الأزرار للتنقل بين اللغة. بالنسبة للإعدادات الأخرى فتقريبا مشابهة لما يوجد على أوبونتو، باستثناء مشغلات إضافية، فهنا التعريفات الإضافية في حال لم يتعرف النظام تلقائيا على بعض التعريفات الخاصة بك في أوبونتو تم إدراجها في مدير التحديثات.
إذن باقي الإعدادات مشابهة. الآن سندخل إلى الإعدادات الافتراضية لنتعرف على البرامج الافتراضية التي تأتي مع توزيعات Elementary OS Luna. هنا نجد الإعدادات الافتراضية، أي البرامج التي تختارها أنت كي تكون افتراضية، أو من التطبيقات يمكن أن تتصفح أيضا البرامج. هنا تظهر اللائحة على اليسار لأن التعريب ليس كاملا في هذه التوزيع. إذن بالنسبة للتطبيقات، هنا في هذه القائمة لدينا إمكانيتين أو نمطين للتنقل بين التطبيقات. هذا النمط حيث نجد التطبيقات مقسمة على حسب فئاتها، أو النمط الذي يكون افتراضيا هو على هذا الشكل، يمكنك التنقل بين جميع التطبيقات وتكون مرتبة على حسب الأبجدية، يعني الترتيب الأبجدي. إذن نتركها على هذا الشكل لنتصفح البرامج على حسب فئاتها. بالنسبة للأنترنت فلا تأتي هنا برامج كثيرة، فقط أنا أشير إلى أني ثبت العديد من البرامج يدويا، أي من مركز البرمجة، سنرى كيفية القيام بذلك بعد قليل. لكن التطبيقات التي تأتي افتراضيا مع التوزيع فهي قليلة. بالنسبة للأنترنت يأتي بارد كاري، يأتي مرسل الانترنت امباثي، ويأتي متصفح الانترنت ميدوري فقط. التطبيقات الاخرى قمت بتثبيتها بنفسي. بالنسبة لمتصفح الانترنت ميدوري فهو هذا المتصفح متصفح جميل، فيه بعض الاعدادات الممتازة، خصوصا اعداد تعرف على المتصفح على انه متصفح اخر ككروم سفاري. وتجد ايضا بالنسبة لانترنت اكسبلور على ما اعتقد يمكن ان يكون مفيد لمن يتصفح صفحات تحتاج لمتصفح معين لتشتغل. بالنسبة للرسوميات فيأتي فقط مدير الصور شوتويل، وبالنسبة أو مسح بسيط خاص لمن يقوم بعملية سكان بالنسبة للصور أو ملفات. بالنسبة للصوت والفيديو نجد مشغل الأفلام توتم هو الافتراضي، والقارئ الموسيقى أو مشغل الموسيقى يسمى بنويز، أريكم نويز. وهذا البرنامج أيضا برنامج جميل، يمكنك إظهاره بثلاث أنماط، النمط التالي أو النمط على هذا الشكل أو نمط مشابه لبرنامج ريثم بوكس. من هنا تدخل للإعدادات استيراد مكتبة ليقوم باستيراد جميع المقاطع الصوتية الموجودة على جهازك في مكان ما أنت تختاره. وهنا في التفضيلات لديك عدة إمكانيات للتحكم في إعداد البرنامج. بالنسبة للاستماع فتضغط على الألبوم يظهر لك هنا ما به ويمكنك تشغيل. إذا نعود لقلت بالنسبة للصوت والفيديو، كما بالنسبة للمكتب لا يأتي فيه تقريبا أي شيء سوى التقويم وعارض المستندات. ليبر أوفيس ليس مثبت، ليس هناك أي حزمة أوفيس مثبتة افتراضيا، لكن يمكن تثبيتها بسهولة من مركز البرمجيات. بالنسبة للملحقات نجد بآلة حاسبة، لقطة الشاشة، مدير الأرشيفات، سكراتش هو محرر النصوص، محرر نصوص جميل على حسب تجربتي، ومشابه نوعا ما لجيديت. فيه أيضا الملحقات الواجهة، وفيه أيضا الابتدائيات يمكن تفعيل العديد منها، ومحرر جدا ممتاز على حسب تجربتي البسيطة له. إذن هذه كانت أغلب أو لنقل أهم البرامج التي تأتي مثبتة افتراضيا مع توزيعة Elementary OS. هنا يمكنك التحكم في البرامج الافتراضية التي تريد أن تكون. في حال ثبت برامج جديدة فيمكنك مثلا هنا في متصفح الانترنت أن تختار فايرفوكس أو كروميوم. نفس الشيء بالنسبة للموسيقى، فجميع هذه الأشياء يمكنك التحكم فيها يدويا. إذن الآن لنرى كيفية تثبيت البرامج. تثبيت برامج جديدة فهو سهل لأنك تعتمد على مركز برمجية أوبونتو، يأتي مثبت افتراضيا، فنفس الشيء الذي تقوم به في أوبونتو يمكنك القيام به في توزيعة Elementary OS Luna لتثبيت البرامج. لا شيء جديد فيها، نفس الأشياء التي أو البرامج التي تثبت على أوبونتو سواء من مواقع أو لك حزمات خاصة بها يمكنك تثبيتها على هذه التوزيع. إذن كان عم أعتقد هذا جميع ما كنت أريد الإشارة إليه. بالنسبة للتخصيص فيوجد برنامج يسمى Elementary Tweaks، فيها العديد من الخيارات لتخصيص التوزيعات، سنتطرق له في درس قادم إن شاء الله بتفصيل مع معلومات أخرى لكيفية التحكم في التوزيع بشكل عام. بقي شيء آخر لم أشير إليه، هو بالنسبة لمدير الملفات فهو لديه مدير ملفات خاص به مشتق من تولوس. لديه أيضا ثلاث أنماط للعرض، عرض أيقونات، عرض على شكل لائحة، والعرض على هذا الشكل يمكن من التنقل بين الملفات على هذا الشكل. حين تقوم بفتح ملف يفتح في نقول جزء جديد على هذا الشكل، حيث تبقى لك رؤية شاملة لجميع الملفات. إذن كما لاحظتم ربما توزيعة Elementary تعتمد على الجمعيات بشكل ممتاز. أيضا الاستقرار جد مستقر على حسب تجربتي، وأنا جربتها لمدة طويلة، ليست فقط لأيام بسيطة بل لمدة طويلة قبل أن
تدرج حتى النسخة النهائية، وكانت تجربتي معها جد ممتازة. من يهتم بالجماليات ويريد نظام مستقر وله جهاز يعني متوسط ليس جيد جدا، فهذه التوزيعة يمكن أن تكون من التوزيعات المفضلة لديه. كما قلت في درس قادم سنرى كيف يتخصص هذه التوزيعة بالتفصيل إن شاء الله. من يهتم بلينكس والبرمجة الحرة أدعوه للاشتراك معنا في القناة للاستفادة من باقي الدروس. إلى اللقاء.